إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك الأمة على الملة البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فنحن في هذا المجلس العلمي المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تغشيكم السكينة فيه وأن تحفكم الملائكة وأن يذكركم الله فيمن عنده. وفي هذا المجلس نتابع الكلام عن أعظم فريضة على المسلمين، وهي توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الموضوع هو الذي بسطه العلماء قديما وحديثا، ومما يبين هذا الأمر العظيم هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلف سماها الفتوى الحموية الكبرى، وذكر فيه ما يتعلق بهذا التوحيد من الآيات الكريمات ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر ما انعقد عليه إجماع أهل السنة والجماعة في الثلاثة القرون المفضلة الذين قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. واستعرض في كتابه هذا جمع كثير مما كتب العلماء في القرون الثلاثة وما بعدها من المحدثين والعلماء الذين شهدت لهم الأمة بالقبول في هذه المسائل التي حرروا الإجماع فيها، وحذر من الذين
لا يلتزمون بهذه العقيدة الصحيحة، وأشهرها فرقة الجهمية. الجهمية أتباع جهم ابن صفوان، ثم الخوارج الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم القدرية والمعتزلة، أهل الانحراف الذين لا يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج صحابته، وخالفوا منهج الفرقة الناجية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث الافتراق، وأن اليهود افترقوا وأن النصارى افترقت وأن هذه الأمة أيضا تفترق ولا ينجو منها إلا فرقة واحدة. فسأله الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الفرقة، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والمراد على ما كان عليه الرسول في منهج التلقي، تلقي العقيدة، هو وأصحابه، وهم تلقوا العقيدة من الكتاب والسنة، أخذوها من الكتاب ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنجاة لا تكون إلا بهذا المنهج، الاعتصام بالكتاب والاعتصام بالسنة. والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله. ولذلك تلقت الأمة هذه السنة الصحيحة على أنها دين، بخلاف المنحرفين الذين لا يرضون بهذه السنة وينكرون مدلولها. بعضهم يزعم أن العقل لا يقر بذلك، وهم العقلانيون، ويسير على منهجهم الآن الذين تشربوا العقلانية من الحضارة الغربية المعاصرة، والذين تتلمذوا على المستشرقين الذين شوهوا مؤلفات المسلمين ودسوا السم كما يقال في العسل. فهؤلاء أصحاب منهج منحرف، وخاصة في المسائل الغيبية، فإن المؤلف هنا لما تعرض للمسائل الغيبية بيّن أن هذه المسائل الغيبية لا مدخل للعقل في إثباتها ولا في إنكارها، وإنما تتلقى من الوحي. والمراد بالمسائل الغيبية التي تحدث يوم القيامة من الحشر والنشر والصراط والميزان، ومما يكون في الجنة والنار، وفي الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه لا سبيل إلى إدراكها إلا بالتسليم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسلم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
فإنه ينحرف يمينا وشمالا. ولهذا هنا لما استعرض شيخ الإسلام ابن تيمية الكتب التي ألفت وصنفت في هذا الجانب، ذكر كتاب التوحيد الذي ألفه ابن خفيف ثم لخصه كاملا، لأن هذا الكتاب في غالبه التزم بما سار عليه السلف الصالح، فهو استعرض هذه الأشياء. ولئلا يظن ظان أن هذه العقيدة العظيمة وهي الإيمان بالغيبيات إنما هو مذهب الحنابلة كما يشيعه أهل الكلام والعقلانيون، وإنما هو إجماع عليه من جميع علماء الملة والدين. فأشار إلى ما يتعلق بالميزان، والميزان هذا يوم القيامة، فإن الله عز وجل يزن للناس أعمالهم، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وشكك أناس في الميزان هذا وقالوا ليس هو ميزان حسي، وبعضهم قال ليس فيه حكمة، ونحو ذلك من الخرافات التي نشروها. ولذلك استعرض أقوال أهل السنة والجماعة في إثبات ذلك، وهو إثبات ميزان حسي، لأن بعضهم قال المراد أنه شيء معنوي، واعترضوا على ذلك بأن الأعمال كيف تتحول إلى أجسام توزن، كيف تكون الأعمال تتحول إلى أجسام توزن. وهذا الاعتراض هو اعتراض على رب العالمين، كيف تعترض على ما ذكره الله وذكره رسوله وتستغرب ذلك. وبعضهم أساء الأدب وقال إن الميزان لا يحتاجه إلا البقالون وأهل الحبوب ونحو ذلك، أما رب السماوات والأرض فلا يحتاج الميزان، وليس في ذلك حكمة، هكذا زعموا وكذبوا بزعمهم، فإن الحكمة في ذلك ظاهرة، فإن الله عز وجل يظهر بالوزن أمام الناس العدل، القسط يظهره أمام الناس في الميزان، والآيات والأحاديث في الميزان كثيرة جدا، يعني لا ينكرها شخص يعظم الكتاب والسنة. ولهذا قال هنا لما ذكر الميزان، قال الشارح: والميزان في اللغة الآلة التي يوزن بها، وفي الشرع يراد به ما يوزن به الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي. لماذا قال حقيقي؟ لأنهم يقولون ما الميزان هنا المراد به العدل فقط، وليس في ميزان حقيقي وله كفتان ويوضع فيه أشياء. ولهذا قال: وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، اللسان الذي يكون بين الكفتين،
إذا وزنت الكفة فاللسان يكون في الوسط فيميل يمينا أو يميل شمالا، وقد سبق ذكر أن أدلة الميزان متواترة، وتعرفون بالمتواتر يعني إذا كان الشيء متواتر عند أهل العلم فلا ينظر إلى أهل الشذوذ الذين يخالفون التواتر. قال: وأنه معتقد أهل السنة والجماعة. قال قتيبة ابن سعيد: هذا قول الأئمة المأخوذ بقولهم في الإسلام. وذكر الذي يؤمن به أهل السنة من المسائل الغيبية عذاب القبر، فذكر في قوله: وعذاب القبر حق، يعني أن القبر فيه أناس يعذبون وفيه أناس ينعمون، فيه أناس يوسع لهم في قبورهم وتنور لهم، وفيه أناس تكون القبور حفرة من حفر النار. قالوا: عذاب القبر حق، والميزان حق، والحوض حق. الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرده المؤمنون في عرصات يوم القيامة، الذي فيه ميزابان من الكوثر تصب في هذا الحوض، وماؤه أشد بياضاً من الحليب وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، يرد عليه أهل النجاة وأهل التقوى في عرصات يوم القيامة. ولهذا قال: والحوض حق والشفاعة حق. وقد مر معنا في الدرس السابق ما المراد بالشفاعة، وهي شفاعات للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن الشفاعة العظمى أن يشفع ليأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس، وأن يريحهم من الشدة التي يلاقونها عندما تقترب الشمس من رؤوسهم في عرصات يوم القيامة، عندما يعرقون وليس هناك ظل إلا ظل الله عز وجل، وظل عرش الله عز وجل هو الذي يظل الله عز وجل فيه من يشاء فيكون تحت ظل عرشه. قال: وقوم يخرجون من النار حق، يعني وفيه أشخاص يعذبون في النار على قدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار، قد عذبوا على قدر ذنوبهم وهم من أهل لا إله إلا الله، من أهل التوحيد. وهذا فيه رد على المرجئة الذين لا يرون للعمل تأثير في العذاب، ويرون أن من قال لا إله إلا الله فقط مجرد القول فإنه لا تمسه النار، وأخذوا جانب من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعد، ولم يجمعوا معها أحاديث الوعيد. وفي الحقيقة أن الذين يقولون لا إله إلا الله ويصلون منهم فئة يدخلون النار،
من المرابين ومن أهل الكبائر ومن أهل المعاصي، وهي مسألة كبيرة اختلف فيها الفرق الذين يخالفون أهل السنة والجماعة، حيث قالت الخوارج بأن أهل الكبائر مخلدون في النار، ووافقهم على ذلك المعتزلة وقالوا إذا ماتوا وهم لم يتوبوا من الكبائر فهم أيضاً مخلدون في النار. وقالت المرجئة لا يدخل أحد النار من أهل لا إله إلا الله بسبب عمل، مجرد ما أنه أسلم وقال لا إله إلا الله فإنه لا يدخل في النار. وأما الأحاديث التي يحتجون بها في هذا فهي مقيدة بالأحاديث الأخرى، مقيدة بالأحاديث الأخرى التي فيها أن النار يدخلها أناس من أهل الصلاة ويعرفون بالجهنميين، وأن مواطن السجود لا تأكلها النار، فهذا يدل على أنهم دخلوا في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عرض عليه أقوام في النار يعذبون على كبائر الذنوب وليس على الشرك، لأنه ذكر ذنوب أقل من الشرك وأنهم يعذبون عليها، على الكذب، على النميمة، على أكل الربا، مما جاء في الأحاديث الكثيرة. والمنهج الصواب ليس هو منهج الخوارج المكفرين لأهل الذنوب ولا منهج المرجئة الذين يهونون العمل ولا يهتمون به ولا يدخلونه في الإيمان، مع انحرافات كثيرة عند الفرق. يعني مرت معنا سابقاً في ثنايا الحديث عن الاعتقاد الصحيح، وسيتمر أيضاً لاحقاً في بعض المسائل. وهنا ذكر عن أئمة الإسلام الذين نقلوا هذه العقيدة المتعلقة بالإيمان بالغيبيات، فذكر قول أبي حاتم وأبو زرعة عندما قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً، فكان من مذهبهم الجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، والصراط حق والميزان حق، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. يعني أهل الكبائر لا يجزم لهم بالجنة ولا يجزم لهم بالنار، فهم تحت المشيئة. فإن بعضهم قد يعمل أعمالاً حسنة فتكفر عنه الكبائر ويدخل الجنة ابتداء، وبعضهم قد لا يعمل من الأعمال ما يكفر فيمحص بالنار حتى ينقى ثم يخرج من النار إلى الجنة، فهم تحت مشيئة الله عز وجل.
ومن ذلك حديث صاحب البطاقة الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة رجل فتحصى عليه الذنوب فتمد أعماله في 99 سجلاً، مكتوب كل شيء مكتوب عليه، كل إنسان مكتوب عليه، فيبهت هل تنكر من ذلك شيء؟ قال لا. قال هل لك حسنة؟ قال لا، ما يذكر شيء، بهت. قالوا لا. قيل له فإنك لا تظلم وإن لك حسنة، فتخرج بطاقة، هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول وماذا تصنع البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فقال وماذا تصنع البطاقة مع هذه السجلات؟ قيل له إنك لا تظلم، توضع في الميزان، فوضعت 99 سجلاً في كفة، ووضعت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فرجحت البطاقة، رجحت البطاقة بال99 سجل، فثقلت موازينه، وإذا رجح الميزان من ثقلت موازينه نجا فلاح، فنجا هذا الرجل. ولذلك الذين لم يحسنوا فهم هذا الحديث قالوا خلاص، ما دام أن هذه البطاقة نجا بها الرجل من العذاب فإنه لا يضر مع كلمة التوحيد ذنب أبدا، وكيف يفعلون ببقية الأحاديث؟ ولأن كل مسلم له هذه البطاقة، والذين رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعذبون ليلة أسري به عندهم هذه البطاقة. ولذلك أهل العلم اجتهدوا في بيان، جمعوا الأحاديث وبينوا ما هذا المراد. فبعضهم قال إنه قال لا إله إلا الله آخر حياته، يعني ختم عمله بلا إله إلا الله، والأعمال بالخواتيم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيكون هذا ذكر بالشهادة فشهد شهادة حق وصدق فهي كالتوبة، فلها هذا الوزن. وبعضهم قال إنه قالها يعني بإخلاص شديد وإيمان بمعناها فأنجته هذه، فإما أن يكون الأثر للمعنى الذي قام بقلب هذا العبد صاحب البطاقة، وإما أن تكون هذه آخر كلمة له وأنها توبة منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويكون الذين يعذبون ورآهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعذبون أنهم لم يقولوها على هذه الكيفية، لم يقولوا لا إله إلا الله على هذه الكيفية. ولكن ينبغي أيها الإخوة أن يكون العبد لسانه رطباً بلا إله إلا الله، يكثر منها لا إله إلا الله، يكثر منها ويكررها، خاصة في مرضه وفي آخر حياته وعند قرب الأجل وعند مقابلة الأعداء ونحو ذلك، يعتصم بالله
ويكرر كلمة التوحيد. ولا بد يا أيها الأخوة من أن يعرف العبد معناها، لأن بعض الناس يتلفظ بها لفظاً لكن ما يدرك معناها. والدليل على ذلك أن بعضهم مثلاً يأتي عند القبور الآن ويستغيث بالأموات بالمقبورين ويقول يا حسين أدركني، أو يا عبد القادر الجيلاني أدركني، أو يا الولي الفلان أدركني وأغثني ونحو ذلك، ويقول في نفس الوقت لا إله إلا الله، ولا يرى أن هذا القول ينقض لا إله إلا الله. فمعنى ذلك أنه يتلفظ بقول لا يعرف معناه، لأن لا إله إلا الله أن يتأله قلبك لله فلا يلتفت لمخلوق، يتأله قلبك ويتعلق بالله عز وجل فلا يتأله لمخلوق، لا يتأله لمخلوق، لا تنظر إلى ولي ولا نبي، يعني حتى الأنبياء ما تتعلق بهم، ما تقول يا نوح ويا محمد ويا إبراهيم ونحو ذلك، لأنهم مهما على شأنهم فهم عبيد. والتوحيد يلزمك أن تتعلق بالرب لا بالعبيد، ما تتعلق بالعبيد أبداً. ثم لو كان هؤلاء يستطيعون إنقاذ المكروب لأنقذوا أنفسهم، يعني الحسين رضي الله عنه قتل في معركة وظلم فيها، وقتل قتلا شنيعا هو وأولاده، ولم يستطع أن ينقذ نفسه ولا أولاده. فالذي لا ينقذ نفسه ولا أولاده هل يستطيع أن ينقذك؟ ما يستطيع أبدا، ما يستطيع أن ينقذك. وعلي بن أبي طالب الذي هو أعلى شانا من الحسن والحسين، فهو والدهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين مكانته وأنه منه بمنزلة هارون من موسى، وهو الذي نام على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ليلة ما هو أسري به، ليلة أحاط الكافرون به يريدون قتله، أحاط الكافرون بالرسول صلى الله عليه وسلم لما تشاوروا فيما بينهم وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد من يناصره في المدينة المنورة من الأنصار وأنه سوف يخرج إليهم، فتشاوروا فيما بينهم وقالوا إن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم خارج مكة فإنه سوف يأتي بأتباعه ويحاربكم، فالحل ما هو؟ فتشاوروا في هذا الحل، ثم وصلوا إلى قناعة أنه لا بد من قتله، من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يقتلونه ويسلمون من أخذ الثار منهم، من بني هاشم ومن قريش؟ فدلهم الشيطان، وهذا يدل على كيد الشيطان ومكره، فإنه جاءهم في صورة رجل عليه مهابة وقال سمعت باجتماعكم
ودراسة أمر هذا الرجل، وأريد أن أشارككم في الرأي. فاستمع لهم واستمعوا له، فأشار عليهم بأن يجتمع من كل قبيلة رجل ويأخذ سيفاً صارماً، ويأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع أولياء الدم أن يحاربوا القبائل جميعاً فيرضون بالدية أو نحو ذلك. هذا رأي الشيطان، رأي الشيطان لهم هو كبت الحق وقتل أهل الحق. فأحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرصدونه في بيته، وقالوا إذا خرج لنا ضربناه خارج البيت، والشيء الذي لا يريده الله لا يحصل. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم باجتماعهم، فتشاور مع علي رضي الله عنه وقال له: تنام على فراشي وتلتحف بلحافي، فإنهم يرقبونه ويرون الرسول صلى الله عليه وسلم نائم. ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الله بينهم وبينه حجاب لا يرونه، ثم أخذ حفنة من التراب ووضعها على رؤوسهم وفيه رجل يرقبهم. ثم بعد فترة جاء الرجل إليهم وقال: أنتم ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمد. قال: محمد خرج من بينكم ووضع على رؤوسكم تراب، كل واحد وضع على رأسه التراب، فكل واحد منهم يحسس على رأسه، فإذا على رأسه مجموعة من التراب. فحفظ الله عز وجل نبيه، وكان من شجاعة علي أنه نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، والأعداء محيطون به، والخائف ما يستطيع أن ينام على فراش الموت هكذا، لأنهم قد يهجمون ويضربونه وهو ملتحف بلحافه. وشجاعة علي معروفة، يعني ليست مكان جدال. ومع هذا لما قتله الخارجي، لو كان يدفع عن نفسه المقادير لدفع عن نفسه، فالذين يستغيثون به الآن ويريدون دفع المقادير، هو لو كان يستطيع أن يدفع المقادير عن نفسه لدفع هذه المقادير، وما تمكن الخارجي من قتله. ولذلك أضل الناس الذي يتعلق بالمخلوقين دون الله عز وجل، أضل الناس الذي يتعلق بالأولياء والمقبورين وبالأنبياء وبالصالحين ونحو ذلك. وأنتم ترون الآن الذين يذهبون في كثير من البلدان التي فيها أضرحة وعليها قبب، كم الذين يأتون إليها بالآلاف، حتى أنهم ذكروا أن الذي يحضر في مولد السيد البدوي يزيدون على الملايين، كلهم أتوا يلتمسون منه الخير والبركة، والبركة من الله عز وجل. الله هو الذي يهب البركة لمن يشاء، ولا تطلب البركة إلا بالطريقة الشرعية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يتمسح الشخص
بالأحجار والأشجار والقباب ويظن أن هذا ينفعه، فهذا من الجهل العظيم. هو ذكر من الأدلة هنا، ذكر من أدلة القرآن على الميزان قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وذكر قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. تعرفون حبة الخردل؟ أصغر من حبة الدخن. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وذكر من الأدلة على الميزان من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. وقال الطيبي في شرح الحديث: وأما الثقل فعلى حقيقته، لأن الأعمال تجسم عند الميزان. وذكر أيضا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقال النووي: فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان. وقد أنكر الجهمية والبغداديون من المعتزلة وغيرهم الميزان، وحجة بعضهم، وهي شبهة، يقال شبهة بعضهم، ما هذه ما هي حجة، استحالة انقلاب الأجسام الأعيان إلى أجسام، أو انقلاب الأعمال إلى أجسام، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن الله تعالى على كل شيء قدير، وبعضهم يزعم أنه لا حكمة من ذلك، مع أن الحكمة منه في غاية الظهور. ولو لم يعلموا الحكمة فلا يلزم من ذلك إنكاره، يعني الإنسان إذا جاءه دليل ولم تظهر له الحكمة فلا يجوز له أن ينكره، لأنها قد تظهر لغيره وقد يجهل ذلك، فلا يجوز إنكار الشيء لأنه لم تظهر له الحكمة. قال: فكم من الحكم لا يعلمها إلا الله. قال الإمام ابن العز ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء
الحكم عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. ثم المؤلف انتقل إلى موضوع يشغب به المعتزلة وغيرهم، وهم يرون أن المقتول قطع أجله. شبهة أثاروها والتبس عليهم فهم الآيات المتعلقة بذلك، ولذلك نص عليها هنا ليبين فساد هذا القول، فقال وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، قتل بأجله واستوفى رزقه. من هذا القائل لهذا القول وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه؟ ها؟ ابن خفيف في كتاب التوحيد، يعني ذكر أن العقيدة اللي عليها أهل السنة والجماعة أن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، وهذا رد على طائفة شاذة من المعتزلة. وكلامه هنا يدل على أنه ليس كل المعتزلة على ذلك، وإنما فيهم أهل شذوذ أنكروا ذلك. زعموا أن المقتول لم يقتل بأجله، بل أجله هو الذي في معلوم الله أنه يموت لو لم يقتل. قال الأشعري، قال أكثر المعتزلة: الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت فيه أو يقتل، فإذا قتل قبل أو فإذا قتل قتل بأجله، وإذا مات مات بأجله. وشذ قوم من جهالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لو لم يقتل لبقي إليه هو أجله دون الوقت الذي قتل فيه. هذا كلام فارغ لا يخفى على علم الله شيء البتة، والوقت الذي يموت فيه هو أجله الذي حدده الله عز وجل. وقال في الرد عليهم: وهذا مخالف للنصوص القطعية، لذلك أجمع أهل السنة أنه مات بأجله واستوفى رزقه، يعني المقدر له استوفاه. ودونوا هذا في كتب العقائد، لما دونوا هذا في كتب العقائد مراعين هذه البدعة لرد هذه البدعة على أصحابها. ومما رد به عليهم قول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول الشنقيطي في أضواء البيان: صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجلا، وأنه لا يسبق أحد أجله المحدد له،
ولا يتأخر عنه. وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وكقوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إلى غير ذلك من الآيات. والله تعالى قد قدر المقادير أو قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. انتبهوا، 50,000 سنة مكتوب هذا. متى كل إنسان متى يموت ومتى يموت بالقتل بغيره وغير ذلك، لأن الله عز وجل لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا الكلام قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرها. ورد على إشكال فيما يتعلق بزيادة العمر بصلة الرحم، فإن بعض الناس قد يستغرب ما جاء في الحديث أن صلة الرحم تزيد في العمر، فكيف تزيد في العمر وهو مقدر مؤجل مكتوب في اللوح المحفوظ مثلا؟ فذكر الجواب على ذلك. انتبهوا لهذا، لأن أحيانا الشبه والشكوك ترد على الناس. قال: ولا يعارض كونه إنما يموت بأجله ما جاء أن العمر يزيد بصلة الرحم، في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو أن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم، حديث صحيح متفق عليه. انتبهوا لمعنى هذا الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه أو أن ينسى في أثره فليصل رحمه. قال الخطابي عند شرحي لهذا الحديث: فينسى له في أثره معناه يؤخر في أجله، ويسمى الأجل أثرا لأنه تابع للحياة وسابقها. وقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فليس ذلك تغييرا لما في علم الله. قال الطبري: فالجواب أنه إن فعل ذلك جزاء له ما كان له من العمل الذي يرضاه فإنه غير زائد في علم الله تعالى شيئا لم يكن له عالما قبل تكوينه، ولا ناقص منه شيئا بل لم يزل عالما بما العبد فاعل، وبالزيادة التي هو زائد في عمره بصلة رحمه. والنقص هو الذي بقطعه رحمه من عمره ناقص قبل خلقه،
لا يعزب عنه شيء من ذلك، يعني يقصد أن هذا لم يكن جديد في علم الله عز وجل، وأنه يعلم أن هذا يصل رحمه ويعيش كذا، أو ما يصل رحمه ولا يعيش كذا، فهذا ليس علم تجدد عند الله عز وجل. وبعضهم ذكر جواب آخر، وممن ذكره شيخ الإسلام، قال: الجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإن الملائكة مثلاً معهم كتابة في الصحف، وهذه الصحف وفيه كتابة في اللوح المحفوظ، فهذه الكتابة التي في صحف الملائكة يظنون أنه يموت كذا، فيصل رحمه فيغير الله ما عند الملائكة من الصحف، وليس من الكتاب الذي مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ولهذا قال، أظن ذكر هذا فيما يتعلق بيمحو الله ما يشاء ويثبت. الذي يمحوه من أين؟ ليس الذي في صحف، ليس الذي هو في اللوح المحفوظ، وإنما هو الذي في صحف الملائكة. قال: والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء: المحو والإثبات في صحف الملائكة، المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.